يتجمهر أصحاب محال نجارة أمام الكاميرا وهم يحملون لافتات تطالب بعدم قطع أرزاقهم. شتتتهم الحرب بمنطقة الميدان في المدينة القديمة للموصل، واجتمعوا مجددا عند الأزقة الداخلية لمنطقة الجزائر في أيسر الموصل. صدمهم قرار ترحيلهم من هنا ونزل كالصاعقة عليهم. نحن محلاتنا صغيري، ما ذاك الكبيرة، ما عندنا معامل بالصناعة. أنا عندي ماكينة وعندي تشكوش والكمبريسر، ما عندي غيره. يقول لي إزالة، يا أبو أشتري الإزالة. يقول لي تزعج المواطنين. يا أبو أي مواطن؟ أنا منطقة كلها الله وكيلك كلها تجارية. هسا إزالة خلال 15 يوم، إحنا وين نروح؟ وين نروح؟ أي من محلات؟ واحنا اساسا جايين من القديمه، بالقديمه وخليه غحن. هسه اكبر واحد ما يدق يفتح القديمه يشيل حجر من القديمه. ممنوع اخي، ممنوع، ممنوع تبني، ممنوع تهد، ممنوع، ما يخلوك. واحنا محلتنا كلها بالقديمه. عشرات العوائل تعتاش على هذه المحال، في حال تم اجبارهم على تركها سينتج عنها فوج من العاطلين عن العمل. يشعرون بالحيره امام قرار بلديه الموصل، لا مكان بانتظارهم سوى مساطب البطالة، يجبرون على الطريق الخطأ، يقول أحدهم بحرقة. زين هذول أصحاب عوائل يبطلون، نروح نبيع، هم نقف نروح نبيع ماي اسمه بالترافيك لايت، يجي حاسبني أنت بالله ما تستحي على نفسك، يقول لي طولك طولك عتبيع ماي، باش أروح أشتغل أنا، يقول لي بس. من جانبها تؤكد بلدية الموصل أن كثرة الشكاوى من المناطق المجاورة دفعها لاتخاذ هذا القرار، في حين يسعى المسؤولون عن هذا الملف وبحسبهم إلى إعادة تنظيم الفوضى التي عمت المدينة منذ عام 2014 ولغاية اليوم. في الحقيقة أنه بعد أعمال التحرير، صحيح أنه المدينة القديمة أو المناطق الصناعية كانت مهدمة، ولكن اليوم إحنا في 2023، الحكومة المحلية وبلدية الموصل تحديدا حريصة جدا على إعادة هذه المناطق إلى عهدها السابق. وهذه مدينة الموصل مشهورة في سوق الميدان اللي هم أصحاب هذه المهن، سوق الصاغة، سوق السماكة اللي في منطقة الميدان، كان مثل ما تعرف هو سابقا قرب سنحاريب، وتم تأهيل السوق بما يليق بالمدينة ويليق بأصحاب هذه المهن، وتم نقلهم وعاد السوق إلى ما كان عليه. فيجب اليوم إعادة هؤلاء أصحاب المهن إلى أماكنهم. من الموصل، محمد طلال، قناة زاغروس الفضائية.